ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الشهرة الواسعة التي حظي بها العالم المغربي منصف سلاوي رئيس مبادرة البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد الكوفيد-19، ظهر عالم مغربي جديد يسعى بدوره إلى إيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا. الأمر يتعلق بالعالم المغربي البشير بن محمد، وهو أستاذ بجامعة إيرفاين بلوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا، وهي جامعة بحثية عامة، والذي يقود فريقا طبيا لتطوير لقاح ضد جميع سلالات الكوفيد-19. وقال البشير بن محمد الأستاذ بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إن فريقه يطور لقاحا يمكن أن يقضي على جميع السلالات في عائلة السارس كوف 2. وقال بن محمد إن لقاح جامعة UCI سيكون نسخة احتياطية من اللقاحات المستخدمة الآن، ومن المتوقع الموافقة عليها قريبا. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.